السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الشاف. نور الدين كوكي كنيو ان شاء الله. غادي نشوفوا الطريقه تاع ديال واحد العصير. كيجي واحد العصير معايا بالمندرين، يعني كنديروا جوج كيلو ديال المندرين، كتخرج لينا 5 لتر ديال العصير، يعني كيلو ديال العصير. يعني راه ما تشربوا من العصير، كاين شي حاجه اللي زوينه في نفس الوقت، يعني صحيه احسن من ديال الزنقه. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كما العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تشتركوا في القناه باش توصلوا جديد الوصفات، ضغطوا على الجرس كذلك باش توصلوا بجديد الوصفات. دابا غنخليكم مع عندي هنايا جوج طرو ديال الماء، يكون ضروري الماء يكون مغلي. انا رانا مغلي الماء، يعني درتو ساغله. عندي هنايا جوج كيلو ديال المندرين. بالنسبه للمندرين ما احسن تستعملوا المندرين اللي كيكون فيه الماء، كيجي زوين. وكنخليه صاين، يعني ما كنقرضوه ما والو، كنخليه صاين صافي. وكنشدو داك المندرين وكنخويوه على الماء المغلي بهذا الشكل هذا صافي. ما كنعاودوش نطيبوا المندرين، صافي كيبقى في داك الماء السخون حتى كيبرد. بعد ما كيبرد كنطحنوه بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تستعملوا مونينيكس او لا، يعني من احسن مونينيكس، هي كتسربيو دغيا، يعني دغيا غتحن لكم العصير ديالكم بهذا الشكل هذا صافي. وكنصفيو وكندوزو في الصفايه بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. فالطريقه ساهله وسريعه، وكيخرج عصير لذيذ 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 بزاف. جربوه وردوا عليا، كان يعني كنوعدكم انه كيجي شي حاجه اللي رائعه بزاف. ها هو العصير ديالنا بعد ما كنطحنوه نتوما كما كتشوفوا، كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسكر انا غادي نزيد ليه زلافه ديال السكر، يعني السكر على حساب انا هنا راه عندي 5 لتر ديال الماء، يعني زلافه ديال السكر يلاه غتحليه ليا. كنحركوه مزيان بهذا الشكل هذا. بعد ما كنحركوه انا غادي ندير اضافه، يمكن لكم تحتفظوا به هكاك ديروا تيبرد وتستعملوه. انا غادي ندير النكهه ديال الخوخ. فالنكهه ديال الخوخ راه رخيصه، كدير تقريبا شي 5 دراهم، يعني كتمشي عند صحاب لوازم الحلويات راه كيبيعوها صافي. كنزيد منها، يعني كنزيد منها تقريبا جوج معالق كبار غير على حساب النكهه، كتجي رائعه رائعه رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر، وما غاديش تندموا على هذا العصير هذا. فيمكن لكم تحتفظوا فيه بالمجمد، كديروه في القرعه وتحتفظوا به بالمجمد، كيجي شي حاجه رائعه. كديروه في القرعه وكتسدوا عليه وكديروه في الكونجيراتور، يعني وقت ما كتغلو كتجبدوه كتخليوه حتى كيذوب وكتستعملوه. كيجي اقتصادي وبنين بنين بنين بزاف. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وكما العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تشتركوا في القناه باش توصلوا الوصفات. خلوا لي التعليقات ديالكم حول الوصفه ديال اليوم، والى حلقه مقبله بحول الله.